يا استاذ اوعدنا بالله يرحم والديك علق الزرابر، انا مشغوبين عليك. لا 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 ما تقوليش لا باس، تعمل مزية معناها خوذ بخاطرنا علق ضرب باي بحياة راسك. قلنا احنا مش متنازلين عليك انك تتعلق، ونحن راهو لما علقتش انت نحن وكان نموت، رانا مش معلقين هيك. عطينا انت هنينا بصفة رسمية. ها تخرجوا بيا في الحياة لا لا مش غدوة ولا بعد غدوة، لا نحب خصوص خلي هو مغادي هو نحبك من تو. ليش كلمة صغيرة سيد خصوص يقول على قدرة؟ لا مش خصوص، كلمة في محمد إبراهيم مسنين خلي خلي باي إن شاء الله ربي معاك. لا لا مش وهذاك مع الجهة اللي تحس وراك فوق روسنا، معناها اللي عملته بلغنا كل شيء. وشني حال الأستاذ القصقوص؟ معناها حالته صحية لاباس؟ الحمد لله إن شاء الله، إن شاء الله ربي ينصركم ويقول له علق معاك. هو في حالة لأنه حسب ما نسمعه في حالة تعبة شوية. الحمد لله وشوف خذوا بخاطرنا الله يرحم والديك مع القدرة باش نتهنوا. باي بالسلامة. الو هو رايته تحت من الخير. هو كل ساعة بزمان تشطور هي مش ما واحدة ما وصلتوا فيها ما لا فالعيد إذا كانوا عاملين أرواحهم سلام ويعرفوا ما معنى الإسلام ومعنى الحنان وصيغة الرحم ما يقطعوش الناس من بعضها لأن ماناش مجرمين.